نكذب عليك ما نقدرش نخرج، راني ما فياش الصحه نبقى هنا حتى شهر ثاني. غوتوا عليا بنياتي وقلت لهم بغيت نمشيش ونخلي وليدي، لا خليت ولدي قتلوا ليا. والله تي قتلوا من قلبي قلت لك. كي خرج يتسخر على ربي كان نقول لي حدي راسك ياك وليدي، نقولها لك ولا لا؟ قول لي حدي راسك وليدي اللي يتبعوا كيضربوا. راه الضربه باقا في الصدور وغوتنا على ربي تعينا وباقي ما عطاناش حقنا ما عندنا ما نقول. انا حفيد ميلوده ساكنه في العونات، حفيد ميلوده نسكن في العونات. واحد الوليد عدي جاب يشوفني، ملي جاب يشوفني جبرني في الخلا، طاح باغي يشري ليا بليده، شراها ليا، شراها وخلاها ليا. وهاد الناس حضروني حرتوا ليا بلادي، حرتوا بلاد راجلي، وريبوا ليا حيطي، وريبوا ليا خيمتي، ومخليه المساحه قدام الحيط جوج خطوات ولا ثلاثه، تا ما حطوا فيهم الزيتون، الزيتون تا هو طيح ليا الحيط. كلشي ريبوه ليا، ما خلاو ليا حتى حاجه، حرتوا ولادي اولاد راجلي، حرتوا ولاد ولدي، ما خلاو ليا حتى حاجه. عدي بليده نسقيها، حبسوني على التيو، داروا البير، داو ليا الضو، داو ليا الماء، ما خلا ما بقى عندي لا ضو لا ماء لا باش نسقي لا تيو نسقي بيه، ما خلاو ليا حتى حاجه. شطبوا عليا، حبسوني من كل جهه، راني راني في الحبس، راني في الحبس، راني في الحبس، لا انا ولا بهايمي، راني في حاله، في حاله، في حاله. انا عبد الجليل مخلص ولد العونات، زيد في العونات وكبر في العونات. خويا في الصباليون 10 سنين هو الصباليون، ما عمرو ما جا. جا عندنا للدار كاين انا والوالده، بدا باغي يبني لينا واحد الكوري فين دخلوا البهيمات. شي جيران ديالنا عيط للمقدم والشيخ، جراو على المعلمين، الكوري راه باقي البني، راه باقي الحي دابا واقف هكاك. السلعه مشات، مشى جاو عندو بنات عمي باعوا ليه البليده ديالهم اللي وارثين من باهم، كاملين باعوا ليه على الشياه، شرا من عندهم خلصهم. شي ناس جيراننا، خويا مشى هذيك الساعه للصبليون، مشى رجع شرا البليده ومشى. شي ناس جيراننا عندهم واحد ولدهم عضو جماعي، قال لي ناسيدي انا الجماعه ديالي والقياده ديالي والعماله ديالي، وعندهم واحد ولدهم عدول، قال لهم انا هو القانون، قاري معاه واحد نائب وكيل الملك، نائب وكيل الملك قاري معاه، اللي بغى يدير يدير عا كيكتب ويزور. عرفناهم واش داروا لنا هاد البلاد، جاوا لنا البليده الدواء تراموا عليها، فيها الرموان، فيها الزيتون، فيها العنب، فيها الشجر ديال الكاليبتوس، حارتو وقلعو كلشي، قلعو بالتراكس والتراكتور يجر. ريبو الكوري، وريبو خوزينه، داو يسرحو في الطريق عندهم، عند بلادهم. العنب وداكشي اللي قلعت التراكس كل جروا التراكتور حطو قدام دارهم. حنا عندنا بلادنا حبسونا عليها، ما نسقيوهاش، حيدوا لينا التيو بالتراكتور باش جروه. شي بليدار الاخرين، جوج بقايا اخرين فيهم العنب تقريبا شي قطار وكثر من قطار، هذا فيه عنب تا هو قلعوه حيدوه ما خلاوش العنب، عطاو الجذور العبر العنب، عطاو العبر وخلاو الارض حمراء. خدام اخر تا هو جلديه كان شعير كان في الزرع تا هو حارته وقلبوه بالتراكتور وعطاه لواحد خينا تا هو دار ودلع. وحنا شاري نقول لك هذاك العدول قال لك انا هو القانون، الاحكامه ديالي كلشي ديالي، والله لا صورتو حاجه ولا بقيتو ديتو شي حاجه. ظلموني وتمحنوني مرتوني، وليدي 10 سنين ما شتو، ساعه اللي جا طاح باغي يبني، شرا الولاد مع ولاد عمو، عذبوه ومحنوه ومرتوه وقرصوه، ما مدين ليهم، تراموا لي على بلادي وبلاد ولدي، حرتو كلشي شاركوه، وحبسونا على بلادنا ما تلينا نسقيو شاي، حبسونا كلشي وقلعوا الحجر، قلعوا كلشي، هما بثلاثة الولد والولاد جوج، البول والولاد جوج، تحزموا تمروا لينا، راه ما خلاو لينا حتى حاجة، لا أراضي ما نكذبش، ما خلاو لينا لا أرض، أرض راجلي داوها، التيو لاحوه لينا، دخلوا التاكتور والتراقص تجر، حيدوا الكرم، حيدوا العنب، حيدوا الرمان، حرقوا الخيمة.
ما خلاو لينا حتى حاجه. حنا بقيدتنا ما كاينش سقينات، حبسنا والحجر مقلعينا وزحفونا وخرجوا عليا، ما خلاو العينين ما بقاش نشوف بهم. والله تعميت، عميت من عينيا، والله تعميت من القلب، قلت لك عميت من عيني ما بقاش نشوف. زحفوني مركبتي، تعصبت، ما قصروش علينا وحقرونا. هما قوة ثلاثة والبو الرابع تشمروا لينا شي بيع شي وشي يكتب لشي. حنا يحارطوا في بلادنا، قلبوا لينا كل شيء، شي موالفا صد فصدي نفد فيها حسين بالا ولا أكثر، ونبيع ونوكل بهاي جماعتي. ما توكل كل بهاي ما تلي خلي لي الحاجة، قطر رقية حمرة حمرة حمرة، وبلادي ما تلي سقاية فتح تيداو الدولية بلاد راجي تيداو. ما خلوش لينا الحاجة، ما قعد لتا حاجة. الحق الحطة باقي داعين على بغي نحيدوني منه. الفصة هكاك منورة، حارتوها قلبوها كامل، البلاد كاملة قلبوها. اللي حدانا هذه فيها تقريبا واحد فيها 12 قدام، قلبوها داو فصتها كاع الفصة حيدوها. الرمان، الزيتون، الكرم، العنب، ما خلاو حتى حاجة. وحنا كنشوفوه هكاك، وإلا قرر عليهم قال لك إلا قررتي والله تنبعشك في التراكتور. الوالدة تبعها بالتراكتور، قال لي والله ما مشيتي بحالك قلت لك، وهربت وجات حالتها. وقال لك حنا هما القانون، هذاك العود قال لك حنا هما القانون. عادوا شي واحد نائب الوكيل قاري معاه. الآخر قال لك الجامع خد عضو جماعي، قال لك أنا الجماعة ديالي العمالة ديالي. ما تدخل ما تخرج، والله ما تصور حاجة. عاسي راه حلفين بغيتي تزيد. عندهم واحد عدول وعندهم واحد في الجامعة، وقال لك إلا قعدتي وتصورتي شي حاجة منها أنت، وعندهم واحد قاري معاهم، صوتوا لي الولد ديالي ضربوه لصاقو راه سار دم، ولموا الولد والبو، صوتوا لي ولدي لصاقو. شحال ديال الشكاية درنا؟ ما خلينا ما درنا، ها وحدة 2018 عدد 453، ها وحدة محضر عدد 27/21 بالتاريخ 26/9/2018 حتى هي ما غير دارت حتى وحدة. ها محضر ديال المعاينة، ما كاين حتى حاجة. جات سيد الشاف الحيط، ها محضر ديال المعاينة، ها نهار 4 في شهر 7/2018 باقي ما كاين فيها حتى حاجة. ها وحدة أخرى ديال العافية نهار 19/1/18/02/3108 على 2018 باقي ما فيها حتى حاجة. ها واحدة أخرى تا هي 183/3104/2020 ما كاين فيها حتى حاجة، حاجة ما خرجت فيها. ها واحدة أخرى تا هي في 13/2/2018 تا واحدة ما كاينة. اللي درناه أي شكاية درناها ما كتحفظ، ما كتخرج لينا فيها حتى حاجة. هاد الناس قال لك حنا هما القانون، حنا هما كلشي. معاهم واحد السيد، كاين واحد السيد عدول وقاري معاه شي واحد نائب الملك، نائب وكيل الملك، حتى حاجه ما كد اللي مشات عندهم كتحفظ، ما بقاش تخرج. واحد عضو جماعي قال لك العماله ديالي والقياده ديالي والجماعه ديالي، حتى حاجه ما كتخرج. ها هي هادي سرتافيكا، تحاموا عليا ضربوني فيها 21 يوم. ملي الشتا تعطلت ما مشيت عند الجدارمية، قلت لهم ودي هذوك السيرتيفيك اللي كنت داير ما خرج، عطوني النمرة، مشيت عطيتها للمحامي، قال لي راك داير تنازل، وأنا ما داير لا تنازل لا والو، هاد الناس كيدوا ليها، كلشي عندهم كلشي، داكشي النائب الوكيل داكشي اللي كيديروا، اللي كنديروا لك النائب الوكيل اللي قاري مع العدول، كلشي كيغبروا، حتى حاجة ما بانت لينا. وكاين واحد عدول، وكاين واحد في الجامعة، وكاين اللي هو مع نائب الوكيل المالك قاري مع العدول، ثلاثة محامين علينا. هذاك اللي النائب ديال الوكيل المالك هذاك قال لك جيتي يا صحة وولدك صحة، اعتقلوا ولدي تا هو، وأنا مريضة وبغيت نعتقل وما مصيبة ماني شرمني، نط وطحت على ركابية وعميت من عينيا ما تليتش نشوف، واعتقلوا لي ولدي ما دير حتى حاجة، وتعداوا لي اعتقلوا هذاك العدو، وقال لي جيب مو، قال لهم ما تجيش، قال لي قول دابا غتجي صحة. واش عيب الله كيف يعقل شكايه ديال العافيه؟ اضرام النار في كوري وفي حتى صينه كامله شعلوا فيها العافيه، وما كاين لا من ما كاين لا جواب لا والو، ما كاين لا شيء، لا ما تصنتوا لينا، ما عيطوا علينا، ما حتى حاجه، حتى حاجه ما كاينه. حنا درناها هي في 2000 نهار 19/1/2018 02/3108
في 2018 ما كاين لا جواب لا حاجه، لا حضور لا والو، حتى واحد ما عيطوا علينا ما جاوبونا. اش من الحكايه هذه ديال الجديده؟ الشكايه اللي درناها كيغبروها لينا، يغبر لنا واحد قاري معاهم نياب نائب وكيل الملك، هو اللي كيغبرها لينا. وبعد اعتقل ولدي قال لي جيب امك، قال لي امي ما تجيش راه مريضه، قال لي والله تنعتقلها ونجيبها بالزز. واعتقل يا الدري شدوا لي يومين وانا بوحدي باكا. تا جابوا الجدارميه دوشه في البلاد، قال لي عاد ردوه، قال لي سير هذا راه ما عاد ما داير لي متا حاجه، هذا سير بحالك وليدي عاد جا. هذه المحكمه ديال الجديده درنا لها الشكايه ديال العافيه نهار 9/1/2018، شكاية عدد 02-3108 على 2018. درنا لها الشكاية هذه من داك التاريخ، لا استدعاء لا جواب، ما تصنتوا لينا ما عيطوا علينا. واش اش من الحكم هذا عباد الله؟ نكذب عليك ما نقدرش نخرج، راني ما فياش الصحة تنبقى هنا حتى شهر فعليا. غوتوا عليا بنياتي وقلت لهم بنيتي ما نمشيش ونخلي وليدي، لا خليت ولدي قتلوه ليا والله تيقتلوا من قلبي قلت لك. يخرج يتسخر على ربي كان ونقول لي حدي راسك ياك وليدي، نقولها لك ولا لا؟ نقول لي حدي راسك وليدي اللي يتبعوك يضربوك، راه الضربه باقا في الساقور وغوتنا على ربي تعينا وباقي ما عطاناش حقنا ما عندنا ما نقول. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى بغينا يعطينا حقي، حقنا بغينا بلادنا ترجع لينا بالطريق اللي داها صينا وداروا لنا الطريق في بلادنا، بغينا الطريق ترجع لبلاصه. واي حاجه بغينا البلاد ديالنا ترجع لينا كامله مكموله ونسقيو ديالنا ويعطيونا ابتساع. كل شيء قال لك في يدينا الجماعه، انت ما عندنا حتى حاجه، كل شيء في الجماعه، لا كل قال كل شيء في يدنا، لا جدارميه ولا عدول وما في يدك حتى حاجه. جري طوالك جري طوالك جري في جري طوالك والله لا كل شيء في يدنا. ها دابا ما بغيتش تقال لي ولادك سيري تبعي ولادك، اش بقى باك دير حق الله العظيم، سيري تبعي ولادك. واش انا زحافه فين غادي نمشي؟ فين؟ محيل كوري محيل الحيط راه ضربوه التاكسون راه باقي راه يطيح، راه باقي يطيح. الزيتون تحفر الساس على الحيط، تك الزيتون على الحيط، الزيتون ريب للحيط مشى لحالاتك. ما خلاو لي حتى حاجه، المهم ما كاين اللي منين ندوز لا نخرج. داروا الشبكه على البيبان تحبسنا، ما كايناش منين ندوزوا، ولينا محبوسين حد يحد محيلي ما تيش تخرج. بلقدي ديال تراجلي تا يحبسوني عليها، درتها فصارة كرمت. أنا المرحوم ولدي ملي جا شرا البليدة وشرا الحطة، ريبوا لي ملي جا شرا ومشى بحالاتو، رجعوا من وراه ريبوا لي الحطة وحرقوا لي الحطة وداو الدفف وداو الحديد وداو سراجل وحرطوا الأرض وساق الخبار تفقص ومات، ما خلاه يبني ما خلاه يدير حاجة. وانا نقولها لك صريح العباره، حتى لو تنازل الاسره ديالو عن حقها، حنا كاولاد دربهم، حنا كاصدقاء ديالو، حنا كخوتو، حنا ما غنتنازلوش. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. حنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.